الفنانة ياسمين عبد العزيز تكشف شخصيتها كأم وسبب فرق السن بين أبنائها. إليكم التفاصيل. تحدثت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن طريقتها في تربية أبنائها ياسمين وسيف وطبيعتها كأم وكيف تضع الخطوط الحمراء لأبنائها، موضحة أنها تتصرف بأمومة بعيدا تماما عن شهرتها كفنانة. أوضحت ياسمين عبد العزيز في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة أنها تتصرف في حياتها الخاصة بأمومة ولا تجعل الشهرة تسيطر على طبيعتها كأم وإنسانة في منزلها، وأن هذه الشهرة بعيدة تماما عن التأثير على علاقتها بأبنائها. وقالت ياسمين عبد العزيز إنها لم تشعر بالمفاجأة من كونها أصبحت أما في سن صغيرة، موضحة أنا أم آوي، لا أتصرف على أساس أنني مشهورة وفنانة، بل أتحدث معهم عن كل شيء حتى عن الموت. يعني لما ابني أو بنتي يقولوا لي ماما شوفي مين بيعمل إيه، أقول لهم إحنا مالنا، هو هيموت لوحده، أنت هتموتي لوحدك وأنا هموت لوحدي، كل واحد فينا هيموت لوحده، فهتروحي لربنا، مالناش دعوة بحد، كل واحد يبص لنفسه. وقالت ياسمين عبد العزيز الفرق بين ياسمين وسيف 8 سنين، لأن أنا بنتي بربيها كويس أوي وما كنتش عاملة حسابي إني هخلف تاني، لأن التربية دي صعبة أوي، ما هو أنا يا إما أجيب عيال أربيهم يا إما ما أخلفش، لكن أجيب عيال وأرمي لا، أنا ما عنديش المنطق ده. وعن سبب إنجابها مرة تانية رغم رفضها الفكرة في البداية، أوضحت ياسمين عبد العزيز أن ابنتها ياسمين هي السبب، لأنها كانت تبكي بسبب الوحدة وعدم وجود إخوة لها، قائلة جات لي ياسمين قعدت تعيط وتقول لي ماليش إخوة، فطبعا صعبت عليا، فرحت خلفت سيف الدين ابني، ربنا يحميه ويخليه. ياسمين عبد العزيز أكدت على رفضها دخول ابنتها ياسمين مجال الفن أو الاتجاه للتمثيل والإعلانات أو حتى أن تتبع خطى والدتها في الشقة والزائدة عن الحد، لافتة إلى أنها رقيقة للغاية ولكنها أيضا تشبهها في بعض الأمور مثل الهيئة وطريقة الكلام. أكملت ياسمين بنتي رقيقة قوي بس واخدة مني في طريقة كلامها وأسلوبها وكده، بس مش هيقدروا يتشاقوا عليا لأني أنا خلاص عارفة أنا ماما كول قوي وسبقتهم، بالتالي هما بيتخدوا مني، وبعدين أنا بصاحب عيالي مش علاقة ماما وبنتها، لا صاحبتي بتيجي تحكي لي كل حاجة بس ساعات تلفت منها تنسى إني أنا ماما، أروح مفوقها أقول لها لا أنا ماما. لفتت ياسمين عبد العزيز إلى أنها لم تربي أولادها على طريقة بعض الناس الذين يتحدثون بطريقة غريبة تلغي هويتهم وتؤثر على طريقتهم في الكلام والتعامل. أنا ما بحبش الطريقة دي، مقدرش. كانت في الأول بنتي تأثرت بالطريقة دي وهتكلم كده، فكنت بقول لها خير اصحي، ده أنا جايباها من تحت فأنا ما بسكتشي، فهتلاقيهم عيال قدعة وأولاد بلدي صحبوا هنا وهنا. وأبدت ياسمين عبد العزيز رفضها لدخول أبنائها تحت دائرة الضوء والشهرة، لافتة إلى أن الشهرة ليست إيجابية في حالاتهم، متابعة أنا كرهتهم فيها من زمان، الشهرة مش حلوة على فكرة، أنا جبتها وجبت سيف وقلت لهم أنت دلوقتي يا بنتي حرة بتروحي وتيجي براحتك، ما حدش بيضايقك، طيب أنت عايزة بقى يجوا يقولوا بصي عملت بصي راحت، أنت عايزة كده، قالت لي لا، فأنا قعدت نظمت الحياة معهم كده. وأوضحت ياسمين عبد العزيز أيضا أنها تشعر بأنها مقيدة بسبب الشهرة، فحياتها تقتصر فقط على العمل والمنزل، مشيرة إلى أن هذه ليست حياة طبيعية مثل باقي البشر، وأنها قد تضيف لها بعض الرفاهية بلعب الرياضة.